مشاهدي قناة مساواة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مترو الصحافة، والذي نقدم لكم من خلاله استعراض لأهم وأبرز عناوين وسائل الإعلام ووكالات الأنباء. بداية نبدأ حلقتنا في وسائل الإعلام العالمية والعربية، ماذا جاء في متن عناوينها، ومن ثم نعود إليكم. نبدأها من فرانس 24. مصر، إحالة 6 شرطيين إلى محكمة الجنايات بتهمة تعذيب محتجز حتى الموت. أما في قناة الحرة، العراق، الاتحادية العليا تصادق على نتائج الانتخابات. وفي يورو نيوز، التحالف الدولي، القوات الأمريكية ستبقى في العراق طالما هناك حاجة لذلك. وفي عنوان الأناضول، العاهل الأردني عبد الله الثاني يؤكد موقف بلاده من القضية الفلسطينية، والذي يستند إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقا لحل الدولتين. أما في روسيا اليوم، إسرائيل تغلق معبر بيت حانون شمالي غزة، وذلك بسبب استمرار المظاهرات التي ينظمها الفلسطينيون عند السياج الحدودي شرقي القطاع. وفي الدستور المصرية، فلسطين ماضون في استنفاذ الخط القانوني لوقف الاستيطان. أما الرأي اليوم، تدريب غير مسبوق لجيش الاحتلال بالجولان، وذلك استعدادا لحرب قادمة ضد حزب الله، والذي اكتسب خبرة قتالية خطيرة بسوريا، وأنفاقه تثير ذعر الإسرائيليين بحسب المقال. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، هذا أبرز ما جاء في وسائل الإعلام العالمية والعربية، أو هذا ما اخترنا لكم من هذه العناوين. والآن ننتقل إلى عناوين وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية، ماذا جاء في عناوينها، ومن ثم نعود إلى حوار حلقتنا. نبدأها من وكالة وفد. أكد وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين تسلمها لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، الذي صدر تنفيذا لقرار الجمعية العامة، والذي طلبت فيه دولة فلسطين من الأمين العام أن يقدم تقريرا خطيا يتضمن مقترحاته بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة المدنيين الفلسطينيين وتمتعهم بالحماية والرفاه تحت الاحتلال الإسرائيلي، وعلى أن تشمل توصيات تتعلق بآلية دولية للحماية. وشددت الخارجية في بيان صحفي على أهمية تحمل دول المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولياتهم في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية أبناء شعبنا من انتهاكات وجرائم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس. أما في وكالة معا، تعليق المباحثات في مصر وعودة الفصائل إلى القطاع. وكالة سما، نقلا عن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قولها إن إسرائيل ترغب بزيادة الضغط على حركة حماس في قطاع غزة قبل الإعلان عن نتائج مفاوضات الهدنة التي ترعاها مصر والأمم المتحدة. وفي عرب 48، قالت الحكومة الإسرائيلية في ردها الإضافي الذي قدمته مؤخرا إلى المحكمة العليا على الالتماسات المقدمة ضد قانون شرعانة مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، وردا على سؤال المحكمة حول صلاحيات الكنيسة بتشريع قوانين يجري إنفاذها في الضفة الغربية المحتلة، إنه يمكن للكنيسة تشريع قوانين في أي مكان في العالم، ويستطيع المس بسيادة الدول الأجنبية من خلال تشريح قوانين تسري على ما يحدث في هذه الدول. وقال محامي الحكومة أرنون هرييل كذلك إنه يمكن للكنيسة أن يمنح القائد العسكري القدرة على إنفاذ قراراته في الضفة الغربية في شتى المجالات، ويستطيع تعريف صلاحيات القائد العسكري كما يشاء. وأضاف أنه يمكن للكنيسة ضم أي منطقة سيادية أو الانضمام لأي معاهدة دولية وفق ما يحدده الكنيسة، ويمكن للكنيسة تجاهل القوانين الدولية في أي مجال يريد.
وقال الملتمسون أن الكنيست غير مخول بسن قوانين تهدف لضم الضفة الغربية المحتلة أو المس بحقوق الفلسطينيين القاطنين هناك. وفي موقع واينت الإسرائيلي، هاجم رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينيت وزير الأمن الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، واتهمه بأن المفاوضات حول التسوية هي استسلام سيجلب الحرب، مضيفا أن تردد ليبرمان وهذيانه على حد قوله بأن التحدث مع سكان غزة سيسقط حماس ويجلب الأمن إلى سكان غلاف غزة هي هراء مطلق وعدم مسؤولية. وأضاف بينيت أن ليبرمان نفسه الذي صرح بأنه سيدمر حماس ويصفي إسماعيل هنية يمنحهم الآن جوائز على حساب أمن دولة إسرائيل على حسب تعبيره. أما موقع والله، وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى إسرائيل في زيارة تستمر 3 أيام، وهذه الزيارة الأولى لبولتون لإسرائيل منذ توليه منصبه مستشارا للأمن القومي الأمريكي في أذار الماضي. وتركزت مباحثات رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبولتون على ملفات إيران وسوريا وغزة. في إسرائيل اليوم، بولتون هدفنا هو إخراج إيران من سوريا. أما معريف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان يقول إن تطورات الأحداث تشير إلى أن المواجهة على الجبهة الجنوبية مسألة وقت. وأضاف أردان يجب أن نعترف بأن حماس ستستعيد مسلسل إطلاق الصواريخ إلى مناطق غلاف غزة، ومن ثم لن يكون الخيار سوى الدخول في حرب واسعة في قطاع غزة. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، هذا أبرز ما جاء في وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية. وسائل الإعلام الفلسطينية ركزت على زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى إسرائيل، فيما ركزت وسائل الإعلام الفلسطينية على مقترحات أو 4 مقترحات قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. الخارجية الفلسطينية صرحت أنها استلمت تقرير خطي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة حول هذه المقترحات. وللمزيد حول هذه العناوين ينضم إلينا الإعلامي والباحث دكتور محمود الفطافطة. أهلا بك دكتور محمود. إذن 4 مقترحات يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لهدف حماية الفلسطينيين أو لتمكين حماية وتعزيز حماية الفلسطينيين. هذه المقترحات الخارجية الفلسطينية تحدثت أنها تسلمت بشكل خطي هذه المقترحات في المقابل يوم أمس المبعوث الإسرائيلي في الأمم المتحدة أو في الأمم المتحدة يقول أن إسرائيل ترفض هذه المقترحات. ما الجديد الذي أتى به أنطونيو غوتيريش اليوم بهذه المقترحات؟ وهل هذه المقترحات يمكن تنفيذها فعليا على الأرض في المقابل أن إسرائيل هي ترفض عمليا هذه المقترحات؟ أهلا بكم، أهلا بالجميع، أهلا بشعبنا الفلسطيني في الداخل وفي الشتات، وكل عام أنتم بخير. باعتقادي أن ما قدمه أو ثبته أو سجله أنطونيو غوتيريش سكرتير العام للأمم المتحدة، أنا باعتقادي يعني ينم عن مقترحات ما يسمى مقترحات العاجز أو رفع العتب إذا جاز التعبير، خاصة بعد الأحداث الدموية التي شهدها قطاع غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي أودت بحياة أكثر من 170 شهيدا. على إثرها جاء هذا التقرير الذي يتكون من 14 صفحة تفصيلية. أنا باعتقادي إذا تطرقنا إلى المضامين الأولى أو المضامين الأربعة، يعني نشر بعثة مراقبة مدنية وأيضا أمنية وزيادة المساعدات الإنسانية أن يعيش الناس مرفهين هكذا بالوصف، وأيضا تعزيز حضور منظمة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، أنا باعتقادي هنالك هذه نقاط عامة، نقاط استفاضة، وتحديدا خاصة القضية المتعلقة بنشر بعثة أمنية في قطاع غزة أو في الضفة لكن الغربية. لكن دكتور محمود، هذا المقترح يعني منذ عام 2014 الجانب الفلسطيني دعا إلى حماية دولية وطالب أيضا بتعزيز التواجد الدولي في فلسطين. نعم نعم،
المجتمع او الموقف الفلسطيني او السلطه الوطنيه الفلسطينيه تطالب، ويجب علينا التنويه والاشاره الى قضيه اساسيه في هذا المضمار او في هذا المضموع من عام الموضوع من عام 1994 كان هنالك وما زالت في مدينه الخليل، ومن ثم تم تعزيزها وتكثيف الامر بعد بروتوكول الخليل في العام 1997، وهي حمايه دوليه امميه اوروبيه او ما يسمى بكث اختصارا. وبالتالي يعني فقط وظيفتها هي عباره عن المشاهده دون التدخل والتسجيل، يعني فقط هي عباره عن قوه ليست قوة حماية وإنما قوة من أجل كتابة التقارير فقط، وهذا من جهة. ولكن القضية الأساسية وهو حكاها غوتيريش، قال بأن تطبيق مثل هذه النقاط الأربع أو المقترحات الأربع بحاجة إلى مفاوضات ما بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي فقط. هي مسألة أنا باعتقادي يؤكد على هذا الأمر يعني بشكل جازم وبشكل حاسم بأنها مثل هذه المقترحات هي جاءت يعني بين الظفرين لرفع العتب، خاصة بعد الصمت المطبق والصمت الفاضح أنا باعتقادي للأمم المتحدة لما جرى ويجري في قطاع غزة. وهنا بما يعني تطرقت أنت في تحليلك حول هذه المقترحات، يعني لماذا بهذا التوقيت تحديدا بحسب اعتقادك؟ يعني أنت تتحدث أن هذه المقترحات لا جدوى منها وهي مجرد يعني كلام أو حبر على ورق، في المقابل أيضا يعني هو من المعروف ضمنيا أن إذا إسرائيل لم توافق على هذه المقترحات بالتالي لو تم تنفيذها يعني في مجلس الأمن ستواجه في فيتو أمريكي. يعني باختصار الحديث يطول في هذا الموضوع، ولكن منذ العام 1947 أو 49 من 47 يعني بداية التقسيم قرار رقم 181، وحتى الآن يقال أكثر من 980 مقترح أو توصية أو مشروع أو ما شابه ذلك قدم أو مبادرة قدمت فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هذه يعني يجب علينا أن لا نغالي في الأمر، يجب علينا أن لا نبالغ في هذا الأمر يعني أكثر مما هو لازم، هذا باعتقادي. لماذا في هذا المكان؟ أنا باعتقادي لسببين أساسيين أو رئيسين، هما السبب الأول بسبب التحولات التي تطرأ في المنطقة وخاصة صفقة القرن وما شابه ذلك، هذا من جهة. ومن جهة ثانية كما أسلفت سابقا خاصة بعد الصمت والردود الفعل التي أتت من هنا وهناك فيما يتعلق بالأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة والصمت المطبق كما أسلفت سالفا للأمين العام وللأمم أو منظمة الأمم المتحدة بشكل عام. هذه جاءت فقط يعني عبارة عن أنا باعتقادي هي مقترحات ليست جديدة، هذه قضية أساسية وخاصة فيما يتعلق بالمسألة الأمنية. نحن نعلم بأن المراقبة الأمنية بحاجة إلى قرار يجب أن يصدر من مجلس الأمن، وهو أمر مستبعد يعني كقرار مستبعد من قبل الفيتو الأمريكي، وهذا أمر مؤكد، وأيضا مستبعد إلى حد المستحيل من قبل إسرائيل بما أنها هي التي تفرض على أرض الواقع بما تريده. هذه من جهة، يعني هي توصيات أنا باعتقادي ليست توصيات أو ليست مقترحات عملية أو محددة، يعني فقط هي عبارة عن مقترحات يعني يعوزها أو تفتقر إلى الآليات العملية أو المحددة. نعم دكتور محمود، إذا ما تحدثنا في عنوان آخر من عناوين وسائل الإعلام الفلسطينية حول موضوع تعليق المباحثات في مصر وعودة الفصائل إلى القطاع، أيضا في المقابل إسرائيل تغلق معبر بيت حنون، هل هنالك أي ربط بين إغلاق معبر بيت حنون وإلى ماذا تريد إسرائيل بالتالي من إغلاقها لهذا المعبر؟ وفي المقابل إلى ماذا تشير تعليقات المباحثات في مصر وعودة الفصائل إلى القطاع؟ يعني باختصار هنالك شد وجذب، هناك تنافر وتقارب إلى حد ما فيما يتعلق بقضية التهدئة في قطاع غزة، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع مصر. مصر تريد بقوة أعتقد بأن تقرب الطرفين إذا جاز التعبير، الطرفين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، من أجل خلق هدنة. هنالك أحاديث أو تصريحات مصرية قريبة بأن التهدئة قد تبدأ في التنفيذ بعد فترة عيد الأضحى المبارك.
أنا باعتقادي مثل هذه التصريحات وغيرها التي سمعناها وقد نسمعها يعني قريبا خاصة خلال الأيام القادمة هي في يعني تصب في خانة فقط البروباغندا والدعاية لا أكثر. هنالك الكثير من التعقيدات باعتقادي التي هي موجودة والتي ستطرأ على الكثير من القضايا فيما يتعلق بالتهدئة، منها المصالحة أساسا، ومنها أيضا مسألة الجنود الإسرائيليين سواء كانوا قتلى أو غير ذلك، وأيضا مسألة المعبر، معبر بيت حنون، معبر كرم سالم. أيضا هنالك أيضا فيما يتعلق بالحصار على غزة بعموميته، هنالك الكثير من القضايا باعتقادي لا يمكن حلها بين يوم أو يوم أو أسبوع أو شهر. وبالتالي معظم هذه التصريحات يعني هي متناقضة، وخاصة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية. نعم. التي يعني تؤكد بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقدم غزة، أن تقدم حماس في قطاع غزة على أي إجراء يعني مع إسرائيل أو اتفاقية مع إسرائيل، لأن القطاع هو جزء من القضية الفلسطينية، جزء من فلسطين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال لحماس أو لغير حماس أن تقدم على مثل هذا الأمر باعتقادي. هنالك الكثير من الأمور التي ما زالت غامضة بحاجة إلى توضيح خاصة من قبل حماس. هنالك تصريحات من قبل حماس توضح بعض الأشياء، ولكن حتى الآن باعتقادي غير كافية وغير واضحة وغير منطقية. نعم، وأضف إلى ما قلت تصريحات تعليقات حول هذا الموضوع يقول. نعم. على أن يعني لا يمكن أن التهدئة ممكنة لكن على أساس 2014. نعم. وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان صرح على أن تطورات الأحداث في غزة تشير إلى أن المواجهة هي مسألة وقت اليوم مع قطاع غزة، على الرغم من الحديث أيضا اليوم عن التهدئة، لكن هنالك وجهة نظر إسرائيلية ترى على أن المواجهة مع حركة حماس أو مع قطاع غزة هي مسألة وقت. يعني كيف يمكن فهم هذا السيناريو، وهل هذا السيناريو أيضا متوقع من الجانب الفلسطيني؟ بالضبط. الخبراء في إسرائيل خاصة الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين والأمنيين دائما بيأكدوا بأن الأساس أو الثابت في المسألة فيما يتعلق بقطاع غزة هو تحجيم أو القضاء على كل ما يتعلق بالترسانة العسكرية لحركة حماس، هذا هو الثابت. أما المتغير لديهم فهو عبارة عن التخفيف، تخفيف الوضع من أجل تخفيف إطلاق الصواريخ من قبل قطاع غزة أو من قبل حماس وغيرها من المجموعات المسلحة على إطار قطاع غزة، هذا من جهة. ولكن هذا من حيث الجانب العسكري. من حيث الجانب السياسي كما أسلفت، مصر يعني تريد بأن تخفف الحالة الصلبة أو الحالة الساخنة في قطاع غزة، هل تستطيع؟ أعتقد يعني في هذه الفترة لا يمكن لها أن تستطيع، خاصة فيما يتعلق بمنطقة سيناء وله علاقة وثيقة جدا وبالمسألة، وأيضا له علاقة وثيقة بصفقة القرن التي يعني تراجع الحديث عنها كثيرا. أنا باعتقادي مثل هذه التصريحات لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، الأمن الداخلي أردان وغيره، أنا باعتقادي يعني تصب باعتقادي في أمرين أساسيين. الأمر الأول من أجل كسب أكبر قدر ممكن. نعم. من الضغط على حماس، خاصة فيما يتعلق إذا تم التهدئة، وخاصة في تبادل الأسرى وتبادل الأسرى، هذا من جهة. ومن جهة ثانية هي من أجل يجب أن نسقط هذه القضية فيما يتعلق بسوريا وفيما يتعلق بإيران. نعم. وأيضا يجب أن لا نتجاوز مسألة زيارة بولتن أيضا مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى إسرائيل. نعم، لربما هذا المحور زيارة المستشار الأمني القومي لإسرائيل نتطرق إليه في محورنا القادم، واستكمالا لحلقتنا إذا سمحت لنا دكتور محمود، دعنا معك ومع المشاهدين ننتقل إلى مقال إسرائيلي ترجمة لمركز الناطور للدراسات والأبحاث وبصوت الزميل وائل العواد، ومن ثم نعود إليك ومع المشاهدين. مقال لجدعون ليفي بعنوان خارطة الأوهام، المستوطنون فازوا ونحن خسرنا.
ترجمة مركز الناطور للدراسات والأبحاث نشر في صحيفة هآرتس. أوري ميرك المحرر الجديد لملحق هآرتس على قناعة بأن تقسيم البلاد ما زال ممكنا، في الواقع هو موضوع بسيط، نقوم بإخلاء 9800 عائلة والبلاد تصبح مقسمة، فقط 33 مستوطنة معزولة تفصل بين دولة الفصل العنصري أو الديمقراطية ثنائية القومية لأنبياء الكذب والخراب، وبين الحل العادل دولتين لشعبين حلم الكثيرين والأخيار. عند قراءة مقال في صحيفة هآرتس وكأن السلام والعدل ما زالا ينتظران خلف الزاوية، ها هي الدولة الفلسطينية، مد يدك وستستلمها، إخلاء بسيط وسنكون هناك، ولم نقل بعد أي كلمة عن مساحتها الصغيرة، حقوقها المحدودة، نزع سلاحها وعدم قدرتها على البقاء طويلا. تفاؤل ميرك يثير الحسد، وفي صالحه يقال إنه يتناول الأمور الصغيرة، الإخلاء الجزئي جدا له يضمن فقط تسوية صغيرة، ترسيم الحدود لفترة زمنية محدودة، ماذا سيكون بعد ذلك؟ الله يعلم، حتى إذا أبطأ سيأتي المسيح. أي خارطة لن تستطيع أن تصادق على التاريخ؟ بلاد الشعب الفلسطيني سلبت منه في معظمها في العام 1948، وفي العام 1967 سلب منه 22% المتبقية، الآن مطلوب منه التنازل عنها أيضا لصالح سالبيه. منذ عام 1948 عاش الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري أو في اللجوء والمنفى، إلى حين أن تقوم إسرائيل بتحمل المسؤولية عن ذلك ولا تغيير في مقاربتها للفلسطينيين وحقوقهم التي لم تتغير منذ العام 1948. فإن أي اتفاق لن يصنع، إن إزالة جزء من المستوطنات ستسمح بعدة سنوات من إنكار الواقع، ولكن الواقع لن يهدأ وإسرائيل لن تتطهر. خارطة ميرك تخفي الحقيقة، وثلاجة نتنياهو القديمة ربما تقوم بالتبريد وتحدث ضجة حسب ميرك، ولكن سنوات حكمه أبعدت إسرائيل حتى عن خارطة الأوهام. الخارطة لا تظهر مساوئ التشريع المتطرف القومي الذي استهدف تحليل الضم دون إعطاء المواطنة وتحليل دولة الأبارتهايد القادمة في الطريق. الخارطة لا تظهر روح العصر التي تدهورت إلى حد العنصرية، التعطش للدماء والفقدان الكامل لرؤية الفلسطينيين كبشر. الخارطة تظهر 33 مستوطنة وتخفي إسرائيل. عمل شيطاني في الأعمدة التي تأتي خلف أمل ميرك يظهر فجأة الواقع. عما يتحدثون عندما يتحدثون عن السيادة؟ وزير التعليم يتعهد للفلسطينيين بأنه يمكنهم السفر بالسيارة، وزيف إلكن يقول إن المناطق المحتلة تعود للشعب اليهودي، ومؤسس معهد الأبحاث الاستراتيجية يرسلهم إلى أندونيسيا، والمستشرق يقترح إقامة 7 إمارات لهم. إلى هناك نحن ذاهبون بخطوات واسعة، المستوطنون انتصروا ونحن خسرنا، هيا نعترف بذلك على الأقل وأن لا نوهم أنفسنا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، وأهلا بك دكتور محمود أيضا مجددا. المقال يعني يتحدث، وطبعا هو لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، صحيفة هآرتس معروفة في خطها يعني بما يسمى باليسار الإسرائيلي، تتحدث عن أن استهداف تحليل الضم دون إعطاء المواطنة، الحديث عن تحليل دولة الأبارتهايد القادمة في الطريق، وهنا يتحدث عن سيطرة الفكر الاستيطاني على كل مقومات الدولة، دولة إسرائيل بحسب المقال طبعا. أيضا هنالك حسب عناوين وسائل الإعلام الفلسطينية يوم أمس، وهو استمرار أيضا ويستمر الحديث عنها، هو إجراءات غير مسبوقة للاستيطان الإسرائيلي اليوم في القدس وفي الضفة الغربية، وهو يعني يأتي في الوقت الذي أيضا يصرح فيه غوتيريش عن حماية دولية. يعني طيب إذا حماية دولية من غير الممكن تنفيذها لردع الممارسات الإسرائيلية، ما هي الإجراءات اللي يمكن اتخاذها لردع هكذا ممارسات إسرائيلية، وتحديدا فيما يخص موضوع الاستيطان الإسرائيلي؟ يعني باختصار، هذا مثل هذا المقال وغيري من المقالات خاصة في صحيفة آرتس، أنا باعتقاد مثل هذه السياسات التحريرية لصحيفة آرتس وغيرها، يعني هي لا تنم عن أي علاقة بإنسانية نحو الشعب الفلسطيني. مثل هذه يعني الصحف هي جزء
جزء من التيار الصهيوني، جزء من التيار الأمني والعسكري لإسرائيل. يجب علينا أن نؤكد هذا دائما وأبدا. دائما نحن نعلم بأن الإطار الإعلامي في إسرائيل هو جزء نعم. من التيار الأمني والعسكري والاقتصادي، وهذا معروف للجميع. هذا من جهة. من جهة ثانية، أنا باعتقادي هنالك نقاط رئيسية وأساسية على السؤال التي تم طرحه، يعني فيما يتعلق كيف نحمي الشعب الفلسطيني. لا يمكن، أنا باعتقادي، حماية الشعب الفلسطيني إلا من خلال المقاومة بكافة أشكالها، وتحديدا المقاومة العسكرية أو المقاومة المسلحة. لأنه للأسف الشديد كما قال شارون يوما من الأيام، يعني ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بمزيد من القوة. هذا بالنسبة له، ولكن بالنسبة لنا أيضا القوة لا يمكن أن تعيد لنا حقوقنا وأرضنا المنهوبة والمسلوبة من قبل أبشع احتلال عرفته البشرية في هذا العصر الحديث إلا من خلال المقاومة. هنالك الكثير من التصريحات التي تقول بأن وقت المقاومة ليس في هذا الوقت. هنالك يعني بحاجة، ولكن أنا باعتقادي قبل يعني تحديد الخطة الرئيسة أو الاستراتيجية الرئيسة لأي فعل مقاوم بأشكاله المختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتقادي الوحدة مطلوبة قبل كل شيء. وأنا يعني الأوان، يعني أمر محزن وأمر معيب وأمر عار على كل سياسي فلسطيني، أنا باعتقادي، وخاصة على حركتي حماس وفتح، يعني أن يستمر أكثر من 11 عاما بدون وحدة وطنية. الوحدة أولا والمقاومة معا، وبالتالي أيضا ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. باعتقادي أيضا جازما بأننا إذا يعني لا يمكن لنا أن نركن لا إلى جودريش ولا إلى الأمم المتحدة ولا إلى أمريكا ولا إلى الصين ولا الاتحاد السوفيتي روسيا ولا إلى غيرها من هذه الدول. يعني يجب علينا أن نسير على المثل العربي الشهير: ما بحك جلدك إلا إظفرك. وبالتالي يجب علينا أن يعني نساعد أنفسنا، نعم. وأيضا وأن يكون لنا علاقات وثيقة جدا مع أي حر في هذا العالم من أجل أن يساعد شعبنا. نعم، وصلت الفكرة بخصوص هذا الموضوع. للأسف انتهى وقت حلقتنا. الإعلامي والباحث دكتور محمود الفطافطة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، وشكر أيضا موصول إليكم مشاهدينا. نلقاكم في حلقة أخرى، إلى اللقاء.